ونعمل طبق الفول بسرعه مع بعض سريعا في عجاله. حلو، لما تيجي تعملي طبق فول بالحمص طبق سحور، حطي في الاعتبار ان الفول ياخد زيت زيتون. معانا طاس على النار، بنحط شويه زيت زيتون سريعا كده. اقول لك على حاجه حلوه كده في سرك وتقوليها لجيرانك وحبايبك، البهريز بتاع الفخده دي كده، الخضره دي كده زي ما هي كده يا ست الكل، هتعملي ايه تاني يوم مش النهارده يعني؟ كلفي التلاجه وهتجيبي صدرين فراخ، دي وجبه تانيه واكله تانيه، وتقطعي الفراخ دي شرايح صغيره كده زي الشاورما، وتبقى عملتي طبق فاهيتا مكسيكي بالخضره دي. تشوحي الفراخ، بعد ما تشوحيها على النار او في طاسه سقطيها على الخضره دي وقلبيها مع بعضيها كده، انت عملت شاورما مكسيكي او فاهيتا مكسيكي يعني. وانت قاعده في مصر ام الدنيا بتتابعي القناه الاولى، خدتك على المكسيك تاني يوم من العزومه. ادي هنا زيت الزيتون، ننزل بالحمص بتاعنا. هي هو ده المطبخ، الشقاوه لازم تتشقي فيه كده. الفول، نهرس الفول مع الحمص. حلو، بشوكه. الكمون على الفول بيشيل مشاكل القولون ويعالج مشاكل القولون والانتفاخ اهو. والحمص يتهرس كده مع الفول يبقى لطيف وجميل. الطبق ده مع زيت الزيتون حكايه. اخواننا اللبنانيين بيحطوا معاه نعناع اخضر وتوم طازه، هم سامعيني دلوقتي هيقولوا برافو عليك يا ابو غازي، نعناع اخضر وتوم طازه في قلبه. هتقولي النعناع مع التوم ليه؟ النعناع مع التوم عشان ريحه التوم ما تجيش في بقنا. شفت الطبق ده كده اهو، اغرقه زيت زيتون. طبق سحور لطيف، نيجي نغرفه في الطبق ده بسرعه. اللهم صل على النبي. هنا كده زي الفل، كده انا خلصت من طبق الفول بتاعي. ونحط عليه الكمون ني. الله، طبق السحور فيه كل العناصر الغذائيه، فيه بروتين نباتي، فيه زيت الزيتون، فيه الحب. زي الفل، زيت زيتون، شويه بقدونس حلوين،